Network for Cultural Outreach أما NCO هو مبادرة لثلاث مؤسسات تحالفت سوا اللي هن يزن، يرقة وكلومي إن قرروا يبرموا المناطق من ميلة يخلقوا فرص عمل للفنانين يقدروا يبرموا بفنهم على مدار السنة. ومن ميلة تانية عم نلبي حاجة للمناطق نفسها إنه يوصل للفنون، وهيك بيتم تعزيز هالمناطق اقتصادياً وسياحياً بتنحط على خريطة السياحة الثقافية. أنا سامر سركيس مع فريق كلون مي إن. اختصاصنا هو الشارع تحديداً، خاصة الأشخاص أو الأماكن يلي ما بيوصلها الفنون يلي مهمشة بالبلد. برمنا بزحلة، برياء وبعنجر. هلأ تحديداً بالحالة اللي نحن فيها، العالم من وراء الضغوطات اللي عم نعيشها على صعيد البلد والمشاكل اللي عنا إياها، كتير بحاجة إنها تضحك، كتير بحاجة لوقت ما يكون فيه هموم، خلص يسلموا للوقت الحاضر، ينبسطوا ويتسلوا. نحن كفريق كلون مي إن في لغط كتير بسيط بيقول إنه دايماً هو للأطفال، أما هو فعلياً للطفل اللي جواتنا، فهو لا الصغار ولا الكبار بنفس الوقت، لأنه كلنا بحق لنا نكون عم نفرح وننبسط. عنا أمور مضحكة بنشتغل عليها، بتطال مواضيع اجتماعية بتدقر البشرية، منها التنمر، منها الموضوع الزبالة، منها موضوع الحب، موضوع إشارات السير، كل شيء مشكلة عنا إياها بالبلد منكبرها. فعلياً منكون حقيقيين لدرجة مع اللحظة، مع الحالة هلأ، لأنه في جمهور، في علاقة، في إصغاء لهيدا الجمهور، فمنا نخلق من الحالة هلأ ونطور ونحول شي اللي نحن تمرنا عليه لكمان لمكان تاني. مديرة يرقة. يرقة هي مؤسسة اجتماعية ثقافية بتشتغل بمجال الرقص، نجمع بين الفنانين بمجال الرقص ومحترفين بغير مجالات لنخلق فرص عمل أكثر ونوصل هالمهارات برات المسرح لجمهور أكبر وأماكن أكبر. أول تور عملناها سوا كانت بالبقاع، رحنا على زحلة، رياء وعنجر. يا يرقة قدمنا مسار رائس سميناها Before You Go، اللي هي أعمال رقص قصيرة بالشارع
على السطوح بالطرقات على الدراج وحتى جوات البيوت. العالم استقبلتنا جوات بيوتها، فتحت الجنينه تبعها مش بس لنا بس كمان لاهل المنطقه. يلا نحاول. كان عندنا جمهور كبير بكل منطقة، تفاجأنا قد ايه كان في جمهور محمس من كل الأعمار. بقى كان لقاء، يعني احنا بالنسبة لنا العرض اللي عملناه كان لقاء. اسمي كارولين حاتم، انا مديرة جمعية يزن. نحن بنهتم بالانتاج الفني بالتدريب، وكمان كتير بيهمنا انه نقدر نبرم بالاعمال تبعولنا بالمناطق وحتى دوليا. سو باول تور رحنا على البقاع بمسرحية العادلون اللي هي اقتباس لمسرحية لألبير كاميو اسمها الجوست. كنا 6 ممثلين وعرضنا بزحلة بمسرح الشرقية وببعلبك بقلعة باخوس، وهذا كان شيء كتير كتير ممتع أن نكون بهذه القلعة الرائعة قدام جمهور بعلبك، وكمان ناس اجوا من بيروت يشوفوا هذا الشيء لأنه كان عجد فريد من نوعه. صاروا يقولوا لنا انه قليل ما يحضروا مسرح، وهذا كان مسرح يعني فينا نقول مش من المسرح اللي بيسلي اما الخفيف اما السهل، هو كان مسرحيه تجذب لانه الممثلين جيدين جدا، لانه في اكسيون، لانه في اصلا فن ألبير كامو. حبس العمر انا صور بدمعه بيض يطلع يتلف رزق الناس حتى يورد كوكايين، تعيش وتترحم تتذكر بيروت سوليدير بدها تموت حتى نعيش بدها تطفي حتى نبص. هاي مش شرم شيخ النص، هاي مدينة منورة، هاي للروس البطاقص. شو بدي تفهم انه انا حجمي هالقد ابراهيم؟ هالقد انا بيناتكم. هذا البلد، هاد الشغل، هاد الحكي، هذا النصب، هاي السرعة، هاد الكفر، بالعتم بيوت الناس، شعشع وسط بيروت. كنت طلع لبرا هلا، أول ما يشوفوا كل الناس بتسكت. رحنا من زعمنا الرياق لزحلة لبعنجة، بكل محل كانت التجربة كتير مختلفة كمان، ولازم تتأقلم معه، وهذا اللي حلو. يعني بتحسي انه ما فيك تكوني انت عم تعملي فن بس للفن، بس انت فن هون عم توصلي لجمهور، بديك تكوني على صلة مع هذا الجمهور، وهذا اللي بالنسبة لي شيء كتير حلو.